صباح الخير مشاهدينا، مثل ما تعودتم يا غريس وانا مريان عم نرافقكم من فقره فتنس بالتمارين الرياضيه. اليوم بدنا نحكي عن موضوع كثير مهم واللي هو الستريتشنج او تمديد العضلات. هذا الشيء كثير مهم بعد كل تمرين رياضي بنقوم فيه كرمال نخلي العضلات تبعنا والجسم تبعنا على طول مرن او عنده ليونه. شو هي التمارين اللي لازم تقوموا فيها بعد ما تخلصوا التمارين الرياضية؟ رح نفرجيكم اياها اليوم. أول شيء مشاهدينا رح نكون واقفين بهالطريقة، فاتحين إجرينا شوي، رح ناخذ نفس عميق من المنخار وبس ننزل لتحت منطلعه من تمنا. نطلع لفوق ناخذ نفس وننزل منطلعه. ثلاثة ناخذ نفس وننزل. خمسة ستة أربع مرات. في آخر مرة من هون بنخلي إيدينا ممدودين لفوق بهيدا الشكل، مننحني مشاهدينا بالخصر، ننحني بالخصر لميلة الشمال، منخلي الإيدين ممدودين قد ما فيهم ومننزل بالخصر. منضلنا ل 30 ثانية وأكيد منضلنا عم نتنفس من منخارنا ونطلع النفس بشكل بطيء من التم. نطلع من جلس، نبرم لميلة اليمين، كمان الإيدين ممدودين على الآخر، نفس من المنخار. انتو بالبيت مشاهدينا او بالنادي الرياضي فيكم تاخذوا وقتكم بين 30 ثانية ل 60 ثانية. اكيد بهالوقت كلكم مشاهدينا عم بتحسوا انه بمنطقة السايدز او بمنطقة الخصر عم بتشد. وبنطلع لفوق. هلا نوضع ايدينا على الخصر، من هون ظهر بده يكون جالس، الكتاف لورا والصدر مفتوح، نبرم على ميلة الشمال، نرجع نبرم على النص، نبرم على تاني ميل، كمان بنضلنا عم نتنفس على النص على ميلة الشمال على النص، بنغير ميلة عشمال كمان. اكيد بالبيت مشاهدينا او بالنادي فيكم تقوموا فيهم لمد لتعملوا 12 مره ل 15 مره على النص، بنغير نبرم لتاني ميل على طول، الراس جالس والنظر بده يكون على ميله معينه، نبرم كمان. واحلى واحلى اذا بتقوموا بهالتمارين بالهواء الطلق، اذا كنتوا برا بتكونوا عم تتنفسوا اكسجين وبتفوتوه يكون نضيف على الدم تبعكم. بعد مره نبرم لتاني ميل وعلى النص مشاهدينا. مشاهدينا هلا من هون رح نقوم نبرم الخصر على اليمين، من هون ننزل منقوم بشكل دائرة، نطلع من ميلة الشمال منجلس على النص، نرجع منقوم بالتمرين بالطريقة العكسية لإله، الجهة العكسية، ننزل منكون مثبتين الجزء السفلي من الجسم بالأرض، منكون بس عم نحرك منطقة الخصر والجزء العلوي، منخلي راسنا جالس ما منطلع على الارض تمدوخه. من هون منخلي النظر محدد، ننزل الكواع لجوا، اربع مرات بعد ننزل لتحت،
آخر مرتين؟ أكيد طريقة النفس صرتوا تعرفوها، بناخد النفس من المنخار، منطلقه على البطيء، من التم. من هون رح نوضع إجرينا بهيدا الشكل، إيد الشمال على الخصر، اليمين بتكون من تحت. من هون منمد جسمنا وإيدنا قد ما فينا، منضلنا لفترة 30 ثانية ومنبدل. منبدل الإجرين، منغير الإيد، وكمان مشاهدينا أهم شيء إيدي بس بدها تطلع مشاهدينا بتطلع دغري من فوق الرأس، ما حدا يطلعها من قدام، نطلعها من هون تنكون عم نركز على منطقة الخصر. كمان لفترة 30 ثانية بنرجع بنرتاح. من هون مشاهدينا بنشبك ايدينا ببعض، بنعليهم لفوق وبناخذ نفس من منخارنا، منطلعه من تمنا. اكيد لمده 30 ثانيه. هلا التمارين الاسترتشنج اللي على الارض رح نقوم فيها للاشخاص اللي عندهم شويه تشنج بالظهر، كيف نتخلص فيه؟ رح نقوم بهيدي التمارين. من هون مشاهدينا رح نلقط اجرنا ونشدها صوب الصدر، يعني ما حدا يلقط اجره هيك، لازم يكون عم شد فيها. بهالطريقه بكون انا عم بعمل ستريتشنج للعصب الوركي او السياتيك نيرف او النير سياتيك بهالطريقه، واكيد بهالطريقه لانه ظهري على الارض رح يكون كمان انا عم بريح عضلات الظهر تبعي. ومنرجع ناخذ ثاني اجر. اكيد هيدا التمرين كل ما عملتوه لفتره اطول كل ما ترتاحوا اكثر. اهم شيء مشاهدينا كرمال العصب الوركي لازم الاجر تكون ضروريه محطوطه على الارض، يعني ما تتعجوا اجركم بهذا الشكل، خلوها على الارض وشدوا بهيدي الاجر لتوصل الركبه على صدركم. اكيد بنكون عم نتنفس كل الوقت. هلا رح نعمل اجرتين مع بعض بهيدا الشكل ومنشدهم صوب منطقه الصدر. ومن هون مشاهدينا كرمال كمان نعمل ستريتشنج للظهر، بنعلي من هون وبنطلع بهيدا الشكل، بنطلع لفوق اوكي وبننزل على الارض، بنطلع. اكيد اهم شيء مشاهدينا بس تنزلوا على الارض انزلوا بطريقه سليمه لما تاذوا ظهركم. سبعه ثمانيه تسعة، ثلاث مرات، اثنين، ومرة. هلا تنكفي كمان تمارين للظهر رح نكون بهيدا الشكل، بس ناخد النفس رح نطلع ظهرنا لفوق بهيدي الطريقة، وبس ننزل نفضي النفس نفوت الراس لجوا ونطلع لفوق ونفضي النفس لجوا. ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، مرتين بعد، وآخر مرة. من هون مشاهدينا تنقوم بالتمارين الاسترتشنج للإجرين. رح أوضع الركبة هون وأضغط على ركبتي بهذا الشكل، ظهري مستقيم،
منغير إجر لتحت مثل ما هي هون الركبة، نوضع الإيدين هون، من هون منشدها نزول لمدة 30 ثانية. من هون مشاهدينا منقرب نلقط رؤوس القدم بإيدينا، منكون محافظين على إجرين مستقيمتين ملزقين بالمات أو الفرشة. ناخد نفس ومنطلق. من هون اوكي مشاهدينا، لهون بنكون خلصنا فقره الاسترتشينج. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هيدي التمارين اللي قمنا فيها، اكيد جربوها بالبيت وما رح تكونوا الا مبسوطين. انا بودعكم وبنشوفكم بحلقه جديده.